السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا هذه الفيديو. غتكون بطريقه مختلفه حيث النص ديالها غادي يكون عباره عن واحد الجزء بسيط من الدرس اللي بقى لينا في الكابيتولو 1، وغادي يكون من بعد منه كويز غير في الارغومنتو الاول اللي كما غتشوفوا معايا هنايا. هذه هي لابليكاسيون اللي كنت كنستعمل، وهذه هي لابليكاسيون اللي قلت لكم تقدروا تيليشارجيوها، سميتها غويدايفاي. الا بغيتو تدخلوا للدروس فانتوما كتمشيو للتيوريا، اما الا بغيتو تمشيو ديروا كويز فانتوما كتمشيو للكويز. اليوم انا غادي نوريكم تيوريا من هنايا، حقيتاش ما غاديش نحتاج انني نوريكم تصاور بزاف كيف ما في الفيديوهات اللي فاتوا. فهي بارتي صغيره كلنا كنعرفوها، يعني واحد شي حوايج اللي تقريبا كاملين كنعرفوهم، كيف كنا فايتين مدوزين البيرمي او لا، ولكن غادي نقراوهم بالايطاليه باش عقلنا يشد المصطلحات الايطاليه. كذلك كيفما شفتوني انايا مشيت هنا للتيوريا غادي ندير مانوالي. فاحنا هنا في اول ارغومنتو ديفينيزيوني جينيرالي دوفيري نلوزو ديلا سترادا، هادشي كامل الاولاني فانا درتو لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، اللي مازال ما شافهم شي يمشي يشوفهم. اليوم غادي نبداو من هاد بانيلي. عندنا البريمو بانيلو سي كيما بانيلو بير كاريكي سبورجينتي، اشنو كتعني؟ غادي نقراو وغادي نشرحو شنو كيعني. il pannello per carichi sporgenti. carichi sporgenti هي الحموله اللي زايده او لا خارجه، مثلا تكون عندنا عصا طويله ديال الحديد كتكون خارجه من اللور، فالا كانت واخا تكون خارجه غير شويه خاصنا نعلقوا فيها هاد الكارتيلو كيف ما كتشوفوا. deve essere retro riflettente. retro riflettente شنو كتعني؟ كتعني ملي كيضرب الضوء، كيضرب فيه الضوء كيرجع هذاك الضوء باش كيكون باين. deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente anche se di poco. كيعني هادشي اللي قلنا دابا انه في اي حاله واخا يكون خارج غير شويه هذاك الحموله اللي حنا هازين ولا هذيك البياس اللي حنا هازين تكون خارجه غير شويه دا من جهه اللورانيه posteriormente. ملي نسمعوا posteriormente يعني اللور، ملي نسمعوا anteriormente يعني القدام. في هذه الحاله quando il carico sporge posteriormente يعني من اللور خاصنا نعلقوا فيه هذا البانيلو. segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo per non più di 3 su 10 della lunghezza del veicolo. قال لكم هنايا انه هذا الكارتيلو اشنو كيسينيالي؟ كيسينيالي اننا هازين واحد الكاريكو كما قلت لكم حموله خاصها تكون انديفيزيبل يعني ما تتقسمش، يعني الا كانت شي حاجه كانت تقدر تقسم ما يمكنش لينا نهزوها ونخليوها خارجه من الطوموبيل اولا من الكاميون اولا من اي عربه كانت، نو خاصها تكون انديفيزيبل. كيسبورغونو دالا بارتي بوستيريوري كيف ما قلنا posteriormente او la parte posteriore كتعني اللور، parte anteriore كتعني القدام. per non più di 3 su 10 della lunghezza del veicolo يعني ما يكونش خارج اكثر من ثلث من طول ديال الطوموبيل اللي عندنا. se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo i pannelli devono essere due posti trasversalmente alle due estremità del carico. هنا قالك الا كان هذاك الكاريكو يعني هذيك الحموله مثلا عريض العرض ديال الطوموبيل وخارج، فهاد البانيلو خاصنا نحطو جوج كل واحد من جهه دائما اللور. può essere messo sui veicoli guasti quando vengono trainati e non funzionano le luci di emergenza. ممكن اننا نعلقو في الطوموبيل لور الا كانت خاسره وجرها القدام واحد الطوموبيل، هذيك الطوموبيل لوراني اللي خاسره نقدو نحطو فيها هاد البانيلو. الا لي لوتشي دي ايمرجنسا ما خدامينش خاسرين ليها. لي لوتشي دي ايمرجنسا هو حنا كنقولوا ليه كواترو فريتشي، ولا هو داك المثلث الاحمر اللي تيكون في الطوموبيل ملي تنوركو عليه كيعطي كيشعل الضواو بربعه. invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato a circolare con particolare prudenza.
كي هذا يعني انك مثلا انت غاده في الطريق او انت غادي في الطريق وشفتي هاد البانيل وهذا قدامك، كتعرف ان هذيك الطوموبيل اللي قدامك راه هازه واحد الكاريكو، واحد الحموله اللي خارجه من اللور. سالينا دابا هاد لابارتي، غنشوفو واحد البانيل اخر اللي هو هذا. Questo è un pannello per merci pericolose. يعني ملي كيكون واحد الكاميون ولا حد سيتيرنا هازه واحد المادة اللي هي خطيرة، ميرشي بيريكولوزي يعني مادة خطيرة. Allora, segnalano veicoli che stanno trasportando merci pericolose. Devono essere fissati davanti e dietro al veicolo. Ni che skun shirmuk aw la shi siterna hazza wahed shi madda خطيرة، خاصها تكون دايرة هاد البانيلو القدام اللور. Sono integrati con due serie di numeri. فيهم جوج ديال لي سيري ديال النوامر، كيما كتشوفوا مثلا الفوق هنا في هذه الحاله كاتبين 33 والتحت 1203. حنا ما كيهمناش نعرفوا بالضبط كل نمره شنو كتعني، كيهمنا اننا ملي غيتحط لنا هذا في الكويز غادي نعرفوه راه سينيالا ميرشي بيريكولوزي. مثلا قال لك il tipo di pericolo e la materia trasportata sono integrati con due serie di numeri indicanti il tipo di pericolo e la materia trasportata. بمعنى انه مثلا هذاك اللي الفوق كي النمره اللي الفوق كتقول لنا النوع ديال الخطوره ديال هذيك الماده، والنمره اللي لتحت تعطينا بالضبط شنو هي الماده اللي مهزوزه. مثلا كنقدروا نقولوا ماده كتحرق اي كتخنق اي حاجه بحال هكا. يعني احنا ماشي مهم انا نعرفوا بالضبط كل نمره شنو كتعني، خاصنا نعرفوا اون جينيرال. ندوزو دابا un altro pannello, li huwa hada, si chiama pannello per veicoli adibiti al trasporto merci con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Hada ki diru veicoli, l'arabet, li mukhassasin lil transport ديال السلع او البضائع، و مني تيكونوا امassa pieno carico يعني مني كيكونوا عامرين كيفوتوا 3.5 طن. بمعنى انه في الكويز لا تحط لينا هاد البانيلو كيديروه فييكولي اديبيتي على ترانسبورتو دي ميرشي كون ماسا بينو كاريكو اوغوال 3.5 طنلات ديريتامينتي فالسو. علاش؟ حقيتاش هذا خاص تكون اكثر من 3.5 طن. Allora, leggiamo, vanno applicati nella parte posteriore di tutti gli autoveicoli per trasporto di cose che superano a pieno carico la massa di 3,5 tonnellate. Shrahnaha. Sono fluorescenti retroriflettenti, bimana annahu kidrafihom ddu tirjou, mashi annahom kayshalou ddu, no zama annahom li kidrafih mathalan ddu dial tomobil li warahom fa huma tayaksou dak ddu. Per migliorare la visibilità degli autoveicoli a cui sono applicati, yani bash nshoufou mzyan الطوموبيلات اللي قدامنا غنعرفوها. مثلا الا شفنا حنا هاد السينيال اللي قدامنا في شي طوموبيل اولا في شي كاميون غنعرفو هذاك الكاميون مثلا راه كيهز اكثر من 3.5 طن، غنعرفو انه كبير، غنعرفو انه الا بغينا نديرو السور باسو راه خاصنا واحد المسافه طويله ديال السور باسو باش نرجعو ندخلو. Invece nei rimorchi superiori alle 3,5 tonnellate per trasporto di cose vengono applicati dei pannelli diversi. Amma bnisba rimorchi, ora ne hashrahna بالضبط شنو هما rimorchi semi rimorchi في الفيديو اللي فات، كنتمنى اللي ما شافوش يرجع يشوفو باش يفهم مزيان، او حتى اللي شافو باقي عنده شي تساؤلات او لا ما فهمش مزيان يعاودو شحال من مره ويقراو ثاني مثلا في هذا المانوال ولا في المانوال اللي عنده في الدار يقرا فيه شحال من مره باش يفهمهم. يعني هادو كيف ما قلنا بالنسبه للفييكولي، اما بالنسبه للريموركي فاحنا غادي نشوفو النوع الاخر اللي هو هذا. كيف ما شفتو هذا كيكون مخطط صفر احمر صفر احمر، اما هذا تيكون الجناب ديالو حمرين والوسط ديالو كامل صفر. هذا اي اون بانيلو بير ريموركي اديبيتي ال ترانسبورتو ميرشي كون ماسا بينو كاريكو سوبيريوري ا 3.5 تونيلات. Vanno applicati nella parte posteriore di tutti i rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose che superano a pieno carico la massa di 3,5 tonnellate. يعني كنشوف كيكون اللور في الريموركي، كنعاود ريموركي نون فييكولي، ريموركي اللي حتى هما يا كيهزو
البدا اولسيله وتي يكون الكاريكو ديالو يعني ا بينو كاريكو، يعني لا ماسا بينو كاريكو، كتكون اكثر من 3.5 طن. individuano quindi un autotreno o un autoarticolato. يعني ملي كنشوفو قدامي كنعرف راه قدامي un autotreno ولا autoarticolato. نرجعو نشوفو الفيديو الاخر اللي ما فهمناش هاد جوج شناهما وكيف ديما فهما تيعكسو الضو باش يبانوا لنا مزيان. وكذلك هذوك الطوموبيلات او هذوك عفوا هذوك الرموكات اللي قدامنا نعرفوهم راه هازين اكثر من 3.5 طن، يعني كبار. بقى لينا واحد هاد سينيالي sui veicoli di velocità massima vanno applicati sulla parte posteriore di alcuni veicoli e ne indicano le velocità massime consentite, rispettivamente su autostrade e su strade extraurbane principali. Bimena, انه هاد لي سينيال تلقاوهم محطوطين في اولا ملصقين في الظهر ديال شي طوموبيلات veicoli in generale باش كيقولوا لينا la velocità massima, السرعة الماكسيموم اللي كيتمشاو بيها في l'autostrada o strada extraurbana principale. Possono essere al massimo due sullo stesso veicolo. Al massimo يعني أكثر حاجة نقدروا نلقاوها ملصقة في ظهر ديال شي veicolo هما جوج، ما كيفوتو جوج. Vanno applicati a tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di cose. اي عربة كتنقل البضائع يعني لا ماسة ديالها اكثر من 3.5 طن خاصها ضروري يكونوا فيها هاد بانيلي. اد الكوني تيبي دي اوتوبوس، يعني ماشي غير اوتوبيسات، الكوني تيبي دي اوتوبوس اي كوادريشيكلي ا موتوري، راح نشفناهم شناهما. بيركي هانو دي ليميتي دي فيلوشيتا بارتيكولاري ديفيرسي دا كويلي جينيرالي، حقيتاش عندهم واحد لي ليميت ديال السرعة مختلفين على هادوك لي جينيرال. مثلا حنا قلنا في الاوتوسترادا كتوصل 130، في اوربانا 50، اكسترا اوربانا برينشيبالي 110. ف هادوك كيتسموا جينيرال، ولكن مثلا كوادريشيكلي عندهم واحد لي فيتيس لي هما يا مختلفين، غادي نشوفوهم من بعد لانه كاين لارغومنتو ديالهم بوحدو. E non è vero che nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita. هادي كطيح في الكويز بزاف. عقلوا عليها انه ماشي في الطوبيس اللور ماشي ضروري اولا خاص تكون ملصقة واحد السينيال اللي كيبين لينا السرعة، اقل سرعة ممكن يمشي بها داك الطوبيس. نو هادي ما كايناش. الا تحطت لكم في الكويز مثلا تحطت لكم nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita. Andrò falso. من بعد غادي نشوفو doveri del conducente nell'uso della strada. هادو شي حاجة اللي هي كلنا كنعرفوها، مثلا ما خصناش نخسرو الطريق، ما خصناش نخسرو البلايك، ما خصناش نحيدوهم من بلاصتهم.